بون، السلام عليكم. واش راكم لافامي؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس، وانتم ما تفرجوا في لا فيديو الجديد هذا على قناتكم كريموت. اللي جديد معنا ما ينساش يروح يدير سبسكرايب وفعل لا كلوش باش يوصلو الجديد تاعنا او ميم طون يستفاد معنا. اللي من لافامي ديرنا جيم للفيديو. اليوم راح نهضروا على الارمور باد برو الجديد. شوفوا المواصفات تاعو ومن بعد نعطيكم رابط الشراء تاعو من موقع علي اكسبريس، راهم دايرين عليه تخفيضات حاليا. ومن بعد ثاني نعطيكم السعر تاعو في سوق الجزائر. كما تشوفوا معايا لهنا المواصفات، راح يجينا الارمور باد برو معالج ميديا تك ام تي 8788 بكاميرا خلفيه 48 ميجا بيكسل اندرويد 13. راح يجينا مع كاميرا سيلفي 32 ميجا بيكسل. عندك 16 جيجا بايت رام مقابل 128 جيجا بايت روم. الباتري 7650 ملي امبير، وبزاف حوايج في الارمور باد برو. زيدوا تدخلوا للسيت نتاعهم دوك تشوفوا كلش. اي اللي يحب يشري هذه التابلات راهي متوفره في موقع علي اكسبريس كما راكم تشوفوا معايا لهنا، الرابط تلقاوه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. اللي يحب يدخل للسيت تاعهم كما راكم تشوفوا معايا لهنا، الرابط الثاني تلقاوه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. دركا السعر تاعها حاليا في سوق الجزائر مديره حاليا 193 دولار امريكي، سما راح طيح لك في سوق الجزائر 45000 دينار جزائري. هذا ما كان. اذا كنت اول مره تشوف لاشين تاعنا راه ديرنا سبسكرايب وفعل جرس وديرنا جيم الفيديو. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.